الرئيس السيسي يستقبل رئيسة المجر بقصر الاتحادية. رئيس الوزراء يشهد عبر الفيديو كونفرنس إطلاق المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية. وزير الخارجية يؤكد ضعف حجم المساعدات التي تدخل غزة خلال فترة الهدنة المؤقتة الحالية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيرته المجرية في قصر الاتحادية، وأجريت مراسم استقبال رسمية، ومن المقرر أن تعقد مباحثات بين الرئيس السيسي ورئيسة المجر تتركز حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الأوضاع الإقليمية والدولية، وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة افتراضياً إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة الرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية، كما شهد أيضاً تجربة عملية لتقديم إحدى الشركات المصرية طلب الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة في مدة استغرقت نحو 10 دقائق، وذلك بحضور حسام هيبر رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. واستهل مدبولي الاجتماع بالترحيب بمسؤولي هيئة الاستثمار والشركة التي تقدمت بطلب الحصول على الرخصة الذهبية من خلال منصة الموافقة الواحدة الإلكترونية، مشيدا بأهمية المنصة الجديدة ودورها في تيسير إجراءات التقدم للحصول على الرخصة. وأكد مدبولي أنه سيتابع استكمال إطلاق المرحلة الثانية للمنصة من أجل ربطها مع كل الجهات. عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اجتماعا مع السفير كريستن بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفير بدر عبد العاطي سفير مصر لدى بلجيكا، لبحث سبل دعم أهالي غزة وإيصال المساعدات الطبية والإغاثية لهم. واستعرض الوزير محاور خطة الوزارة لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية من الأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن أغلب المصابين كانوا من الأطفال تحت سن 18 عام، بينما بلغت نسبة الجرحى من النساء نحو 43%. وأوضح عبد الغفار أن الوزارة خصصت أكثر من 150 سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى عند معبر رفح لتقديم الخدمة الطبية للعابرين من غزة إلى مصر، فضلا عن تجهيز 35 سيارة إسعاف بحضانات لنقل الأطفال المبتسرين من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية، مؤكدا أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية. التقى وزير الخارجية سامح شكري ووزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وتركيا والأمين العام لجامعة الدول العربية، وزير خارجية إسبانيا بمدينة برشلونة الإسبانية، على هامش المشاركة في أعمال المنتدى الإقليمي 8 للاتحاد من أجل المتوسط. وأكد شكري خلال اللقاء ضعف حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة حتى خلال فترة الهدنة المؤقتة الحالية نتيجة المعوقات التي تفرضها إسرائيل، الأمر الذي دفع المجموعة العربية والإسلامية إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي لمعالجة هذا الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.